مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، وتأتيكم في ظل الدم النازف في قطاع غزة وصمود المتواصل لشعبنا الفلسطيني هناك في مواجهة آلة القمع الصهيوني-أمريكية. هذه القصيدة الحية، القصيدة التي تثبت أن لأصحاب الأرض الحق في الحياة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم وزنا لا لأعراف ولا تقاليد ولا أي قيم إنسانية. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد نستضيف الشاعر الأردني الأستاذ هيثم أنصور، وسيكون معنا على امتداد هذه الحلقة لنتحدث شعرا ويكمل فكرة أن الشاعر لا يمكن أن يتخلى عن القلم، فبجهاده ونضاله يستطيع أن يواجه آلة القمع حتى وإن بالقصيدة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من الأردن، معنا الشاعر هيثم أنصور. أهلا بك أستاذ هيثم، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك يا سيدي، أهلا فيك، تشرفت بكم والله. ونحن أكثر، يعني قلبك على ما يبدو منقسم ما بين الأردن وفلسطين في مثل هذه الأيام. لا والله، قلبي مع فلسطين قلبا وقالبا وليس منقسم الآن. ليس لا يوجد هناك قضية أسمى ولا أجل من قضية فلسطين وما يجري في غزة. قلبك في الضفة المحتلة أيضا، خلفته هناك وذهبت وتركت أهلا ينتظرون، نعم، يعني انقشاع هذه الغمامة وينتظرون أن يعود الصباح على الضفة مكتملة وعلى غزة مجتمعة، نعم، ليلتئم شمل الوطن الواحد. حدثنا، نعم، عن فكرة ترك الأهل، ويعني الظلم والاستبداد من الاحتلال لا يزال قائما، فكرة أن تترك بعضك في مكان وتنطلق إلى مكان آخر. يعني هذا أصعب ما يمكن أن يعني تنقسم نفسك أو جسدك، ينقسم بين روحك تتركها في مكان وجسدك في مكان. نحن الآن أصبحنا يعني غير متزنين، ولا يعني نستطيع أن نكون في اتزان طبيعي في ظل، نعم، هذه الأحداث الدموية المؤلمة. هناك ونسأل من الله يقول، أن يحفظنا. اللهم آمين يا رب العالمين. هناك من يقول أستاذ هيثم إنه لا مجال للشعر، لا مجال للكلمة، لا مجال يعني أن تدعم غيرك بالكلمة في الوقت الذي يجد فيه الآخر يعني يتجرع ألم النار، ويعني يتعرض إلى الحمم التي تلقيها غرابيب الاحتلال السود من سماء قطاع غزة. هل فعلا لا مجال للكلام، لا مجال للكلمة، لا مجال لرسائل الثبات، لا مجال للقصائد التي تلتحم مع هذا الوجع؟ أخي مصطفى أستاذنا الحبيب، تفضل. حاليا صوت المعركة يعلو فوق صوت كل شيء، لكن في وضعنا نحن يعني ما عندنا مجال أن ندعم أو نوقف إلا في الكلمة، يا سلام. والكلمة في هذه الأحوال، لو كانت الأحوال طبيعية يعني لا مجال للحديث، لا مجال للكلام. هناك يجب أن يكون العمل، والعمل النضالي ومقاومة الاحتلال، ولكن شكرا لمن أخذوا على عاتقهم أن يحموا، أن يذودوا عن شرف هذه الأمة. يا سلام. كل غزاوي طفل أو امرأة أو شيخ أو مقاوم هو يعني بمثابة درة في تاج يجب أن نضعه على رؤوسنا جميعا. يا سلام يا سلام، جميل جدا. لو طلبت منك من قلب مجروح أن تبعث برسالة إلى أهلنا في غزة، أهلنا الصامدين الذين لا يزالون يعني يحرصون على فكرة التشبث بالهوية، الثبات فوق الأرض رغم كل مشاريع التهويد وكل مشاريع يعني تفريغ الأرض من أهلها، إلا أنهم ثابتون راسخون ومتجذرون في
أعماق هذه الأرض التي لا تقبل القسمة إلا على أبناء شعبنا الفلسطيني هناك في قطاع غزة وكذلك في الضفة ومختلف أماكن الوجود الفلسطيني. كلمة من أجل أهل غزة تحاول من خلالها مواساتهم، ماذا تقول؟ والله يا أستاذ مصطفى، هي كلمات وليست كلمة واحدة. تفضل. يعني غزة تستحق، ويعني لها منا كل تبجيل واحترام. هذا الجزء الصغير المحرر في هذا الوطن الكبير، يعني مساحة لا تتجاوز جزء من مدينة عربية فاضلة تقوم بالذود عن شرف الأمة جميعا. ما هي الأمة العربية؟ ما الأمتين العربية والإسلامية؟ أيوة. نعم. نقول غزة، يا غزة المجد، يا غزة المجد، لا أضنتك أحزان ولا أصابك تدمير وفقدان، يا منبع العز لا مستك بائقة، شانيك يخسى ولا يعلو له شان. يا سلام. فأنت للصبر نبراس يضاء به، كأن جودك في الهيجاء طوفان. إن تهمي عيناك دمعا كله درر، أو كله در، جل المداين من لألاك تزدان. إن الملاحم تعلي من به شمم، وأنت عزك في التاريخ عنوان. جنت عليك أياد تب صاحبها، صفاته الغدر للميثاق خوان. شذاذ آفاق نسل دنسوك لكي تشوب حسن محيا الفخر أدران. فيقهر الحر أو غاد بلا شرف، كأنهم لبني إبليس إخوان. فيقهر الحر أو غاد بلا شرف، من جديد، فيقهر الحر أو غاد بلا شرف، بلا شرف أو بلا شرف، كأنهم لبني إبليس إخوان. يا سلام. ولت عليك صنوف القهر شرذمة، ولت عليك صنوف القهر شرذمة، كأنها في بيوت الصقر غربان. وكلمة للملثم أقول له: أبا عبيدة عالي الشان كم شمخت، أبا عبيدة عالي الشان كم شمخت، لعزم كفك في الحوباء أركان. إن الشجاعة من ميراثك ابتدأت، فلا يواكبها زور وبهتان. وكنت عونا لذي خوف وذي ملق، وحول بأسك يا ابن الصيد فرسان. فاسلم ودم دائما حييت من بطل يزين فعلك إخلاص وإيمان. هذا ما نقوله. دام هذا الإخلاص وهذا الإيمان أستاذ هيثم، ودامت هذه المشاعر يعني التي تنساب بعفو الخاطر لتثبت أننا أمة واحدة وأننا شعب واحد وأن أبناء الأمة كل الأمة لا ينفصلون عن وجعها إذا أصاب أحد أعضائها، فكيف بالقلب؟ وغزة من جسد هذه الأمة، تقع موقع القلب في ظل ما تعيش في هذه الأيام. هذا الاحتلال الذي لا يقيم وزنا لا لأعراف سماوية ولا لقيم إنسانية ولا لمثل عليا ولا لحقوق إنسان ولا لغيره، أستاذ هيثم،
في ظل وجود من لا يزال يصدق أن الواقع يمكن معالجته بفكرة الاستجابة لمضامين ما تسمى حقوق الإنسان وهذه الأكاذيب التي لا نرى المجتمع الدولي غض الطرف عنها إلا إذا كان المستهدف عربيا مسلما مستضعفا معتدا عليه في بلده وحقه وماله وعياله، الحق لا يستجدى وإنما ينتزع انتزاعا، ما رأيك؟ نعم. أنت أنا يعني موافق على هذا، يعني في كل حرفية. الحق ينتزع ولا يطلب، ونحن يعني غزة بالذات حاليا تكالبت عليها كل الأمم، تكالبت عليها من عرب ومن غرب، ومن طبعا نتكلم على المستوى الرسمي لأن الشعوب بدأت يعني تعي أن ما يجري في غزة هو عبارة عن إبادة وحرب بين الشيطان والملائكة، ملائكة أهل غزة، أهل فلسطين عامة وغزة خاصة. نقول لهم مهما توثق في الأعناق أغلال، يا ليل تبقى لنا في الفجر آمال. وأقول لغزة، ولا أريد أن أقول لغيرها شيء، تفضل. لبيك لبيك يا مرتع الآلام والمحن، يا موضع الروح في الأجساد يا وطني، يا من ملكت سواد العين في من نظري، أجارك الله يا مستودع الحزن، يا الله. إن غاض دمعك فالأدواح قاحلة، للآن عنك بنات الدهر لم تبني، لا بد بعد خطوب الدهر من فرج، فصابري إن وعد الله لم يحني، سنقصم الظهر للباغي وندحره، ولن يمر الذي كادوا بلا ثمن. لا تعتبي يا ضياء العين واصطبري، أبناؤك الشوس قد جادوا بلا منن، دمع الثكالى نفيس عند ذي شرف، فلا تهابي من الأوباش أو تهني، سقط رياضك يا أماه غادية، كالسلسبيل هما من دمعها الهتني، قالت وفي صوتها المبحوح حشرجة، حيطوا بدمع من الأيتام لي كفني. الله. قالت وفي صوتها المبحوح حشرجة، حيطوا بدمع من الأيتام لي كفني، قد أنشب الخصم أنيابا بترقوتي، تدنست تربتي من آبق نتني، إن لم تهبوا لغوثي لست أمكم، من أرضعتكم صغارا صافي اللبن، لو كابد الطود ما كابدت من وجع، لذابت الصخرة الصماء من شجني، لا تأملوا من جيوش العرب نصرتكم، لا خير في من لعرض الأهل لم يصن. يا الله. تراهم في نوادي الليل مأسدة، ما في رجولتهم شيء سوى الصفن، صم وبكم وعمي دون ما شرف، كراتق الثوب في محلولك الدجن، آه على شأوتي عاث الطغاة بها،
واستحقروا سؤددي بالبغي والطغن، ثعالب الرمل قد فازت بخستها، والصافنات غدت مغلولة الرسن. شكوت لله ما بالنفس من كمد، بني ما بين مدفون ومرتهن. يا الله. فاستأصلوا جذر غدار بلا شيم، فليس يرضى بذل غير ذي وهن. وسلامتك. فليس يرضى بذل غير ذي وهن، غير ذي وحاشا وهن. لأبطال هذه الأمة وفرسانها الذين استودع الله في نفوسهم هذه القوة، هذا الإيمان المستمد من السماء، حاشا لهؤلاء الرجال، لهؤلاء الثابتين، لهؤلاء الصابرين المصابرين أن يكونوا من ذوي الضعف والوهن رغم ما أصابهم من لأواء. أستاذ هيثم، لا يضرهم من خذلهم. لا يضرهم من خذلهم. والله صدق الرسول الكريم. هذا مؤلم، هذا الاعتراف، وإن كان في حديث النبوي إلا أنه يترك في القلب غصة. نقول لهؤلاء ولا نعتب إلا على بني جلدتنا، نعم، لا نعتب إلا على العرب على المستوى الرسمي، ونقول لهم ونقول لكل من خذل غزة: بئسا لعرب لا تثور من الغضب، أوطاننا ثكلى ومجد يغتصب، والأمة البلهاء ولت أمرها أوغاد قوم من صلاب أبي لهب. ما عذر جفن لا تفيض دموعه، فالأرض ضجت بالأدين من اللغب. يا موطن اليتم الذي باتت به فلذات أكباد تباد بلا سبب. آخ يا سيدي، عباد نيران طغاة أوغلوا في الغدر حتى صار نهجا واستتب. نصبوا بيارقهم بكل صفاقة، وسيوفهم في الحزم قدت من خشب. خشب. فحش وبغي وارتكاب مجازر حاقت بنا من كل صوب أو حدب. بيروت دار العلم قيض مجدها شذاذ آفاق ومن هب ودب. والروم عاثوا في البلاد وحقدهم كالمدلهم على العراق مثلا إذا وقف. أمست كرسم مثل جرز أرضها، وكأن أهوال القيامة ترتقب. ففراتها يشكو بصوت خافت: نخلي غدا سعفا ومائي قد نضب. يا أمة أزرى الخنوع أيباءها، باتت كزانية تضاجع من طلب. ما نفع زور كالسراب. كأنكم أهل الكرامة والشهامة والحسد. لا تسألوا التاريخ عن ماض لكم، أورثتم عارا لتاريخ العرب. يا الله. تبا لكم عقرت بطون نسائكم. لا تسألوا الأبناء عن أصل النسب، لن تنفوا لو بال فوق رؤوسكم غلمان زنديق. ولكن لا عجب، أولم تروا جند الغزاة تغطرسوا،
فتكوا ببغداد وعاثوا في حلب، وبغوا على اليمن السعيد بحقدهم، أبناء عهر لا حياء ولا أدب، يتظاهرون بأنهم أعداء من للقدس والأقصى اغتصب، هتكوا نساء المسلمين وذبحوا أطفالنا من دون ذنب يرتكب. أو كلما تخبو السعير بأرضنا يذكون جمر النار حقدا بالحطب، ساءت وجوههم وأخفق سعيهم وفعلهم حبك المكائد والسلب، يا ثائرين على الزمان تقدموا، نيل الأماني ليس يؤتى بالخطب، نيل سنعيد الأماني مجد ليس يؤتى الفاتحين بالخطب. بوثبة، سنعيد مجد الفاتحين بوثبة، وندك عرش الظالمين كما وجب، وندك عرش الظالمين كما وجب. سلام. أظنه وجب وآن أوانه أستاذ هيثم، بعد هذه الجرعة الدسمة من الغضب لابد من استراحة قصيرة تلتقط بها أنفاسك ثم نتابع. إذن مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من المملكة الأردنية الهاشمية الشاعر الأستاذ هيثم منصور. حيا الله أستاذ هيثم مجددا. حيا الله. لكن الأمل في هذه الأمة يبقى ولا يمكن أن يموت. نعم سيدي، نعم حبيبي أستاذنا مصطفى الراقي الرائع، لكن أشكرك. ليس قبل أن نقول سقطوا كأوراق الخريف جميعا، سقطوا سقوطا واضحا ومريعا، وتكشفت عوراتهم وتدحرجوا وبدا المبجل للعيون وضيعا، يا الله. كذبوا علينا في الخطابة، إنما لم يحسنوا يوم النزال صنيعا، لاذوا كسكان القبور بصمتهم، لم نلق صوتا منهم مسموعا، لبسوا ثياب العار وازدانوا بها، وتقبلوا للغاصبين خنوعا، يا الله، لبسوا ثياب ونساء العار غزة، من جديد، لبسوا ثياب العار وازدانوا به. وازدانوا بها، وتقبلوا للغاصبين خنوعا، اي أيوة والله. ونساء غزة لا تعكر صفوهم ونساء غزة لا تعكر صفوهم، مما نزفن به دما ودموعا، والله لن يجدوا أوان حسابهم يوم القيامة، والله لن يجدوا أوان حسابهم يوم القيامة راحما وشفيعا. يا الله يا الله، أنت غاضب جدا أستاذ نعم جدا هيثم. غاضب يا أخي، ومن لا يغضب هذه الأيام في عقله شيء مش طبيعي، يعني وفي قلبه، كيف لا نغضب؟ هذا عن عقله، وماذا عن قلبه وضميره؟ وهناك يعني أشياء وأشياء، وهو ملوث من جميع النواحي. من لا يغضب هذه الأيام هو غير طبيعي، هو غير عربي، هو غير مسلم. من لا يغضب ليس قوم، ما هو قومي أصلا.
إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة أن الأمل باق رغم وجود يعني هذه الحالة من الإحباط، هذه الحالة من العجز عن تقديم ما ينبغي تقديمه من أجل الأهل هناك في غزة، وكل الثابتين على فكرة انتزاع أوطانهم من المعتدين عليها، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة أن الأمل لا يمكن أن يموت، ما الذي يدفعك للتشبث بالأمل؟ ما الذي يبقيك واثقا من فكرة أن الأمل موجود؟ طفل أو طفل، يعني طفل فيلسوف عملاق من أطفال غزة، هذا ما يجعل الأمل موجود في قلبي وفي عقلي. هؤلاء يا رجل، هؤلاء عظماء. لماذا وصفت الطفل بالفلسفة؟ خلقوا الأمل. لماذا قرنت الفلسفة مع هذا الطفل أستاذ هيثم؟ لماذا وصفت الطفل فيلسوفا؟ لأنهم يتكلمون بكل أريحية وبكل انسيابية وبدون تصنع يقين. وكل يقين وكل إيمان. لقد رضعوا، يعني رضعوا هذا المجد وهذا العز. يا سلام، لا تنسى أنه أرض فلسطين وبالتحديد أرض غزة تحطمت عليها أساطير جيوش عظيمة في التاريخ، وهناك عسقلان تقول لك، وهناك يعني تحطمت التتار وتحطمت جيوش كل القوى العظمى في التاريخ على في محرقة فلسطين وبالخصوص غزة. غزة منتصرة أم منكسرة؟ نعم. غزة منتصرة أم منكسرة؟ غزة لا تنكسر. الله غزة عليك. منتصرة حتى لو أبيدت. يا سلام، لقد انتصرنا حتى لو أبيدوا. وهذا إذن مصطلح الانكسار يعني لا ينطبق على هذه البقعة من فلسطين غزة. لا ينطبق على غزة ولا على أهل غزة. عظيم. ولا على أهل فلسطين عامة. وحتى أكون منصف، ولا ينطبق الانكسار على عربي لولا الخيانات. يا سلام. نعم. يا سلام، ما أجملك وأنت منصف ودائما تتحرى الإنصاف. أستاذ هيثم، نريد جرعة غضب جديدة، ومن آخر ما كتبت عن هذه الأحداث الجارية قصيدة من القصائد التي تود أن نقرأها، وعسى أن تكون نونية أيضا، تفضل. حاضر يا سيدي. من غزة ثار في الباغين بركان، لا لن يدوم بأرض العز، لا لن يدوم بأرض العز طغيان. يا سلام. ثاروا على طغمة الطاغين وانتفضوا، أنار للحق بدر حينما بانوا. سألت نفسي أنوح عاد ثانية لما عتى في رحاب الأرض طوفان. يا الله، لا ضير، فالأسد يا أقصى بك احتدمت، يسد آجامها عز وإيمان. لا ضير، فالأسد يا أقصى بك احتدمت، بك احتدمت، يسد آجامها عز وإيمان. الله. أحفاد خالد والقسام لا تهنوا، أنتم كماة الوغى للمجد، أنتم كماة الوغى للمجد عنوانوا. كروا عليهم بعون الله واتحدوا، فالعرب لفتهم بالخزي أكفان. يا الله. دكوا معاقل من عاثوا بحرمتنا، فما لهم بعد هذا اليوم سلطان. وجرعوهم كؤوسا، جرعوا حنقا بها كرام الورى، وجرعوهم كؤوسا، جرعوا حنقا بها كرام الورى قهرا ومالان. يا الله. لا تأمنوا
لا تأمنوا لبني صهيون، لا تأمنوا لبني صهيون، غدرهم من بطشهم قد شكا شعب وأوطان. ما شاء الله عليك أستاذ هيثم، يعني ربما يعني إسهابك بإلقاء يسدد القصائد الغاضبة يدفعني لطلب يسدد المزيد. تفضل أكمل. حبيبي الله يخليك يا أخي، والله هذا يعني ما هو تصنع، هذا يعني غصبا عنا، غصبا عنا يا أخي، احنا غضبانين، نحن عرب. لك أن تتم القصيدة، تفضل. يسدد الله يا أبطال، يسدد الله يا أبطال رميكم، عسى لكفتكم في الوزن رجحان، إليكم صار يعزى الفخر مكتسيا ثوبا من الدم. ضخته أبدان، إليكم صار يعزى الفخر مكتسيا ثوبا من الدم، قد ضخته أبدان، قد أخبر المصطفى المختار أنكم جميل، خير الجند وللإسلام شريان. يوم ستبقى بسفر الدهر أسطره، غطت على صدر أهل البغي أشطان، وللمنية أنياب إذا برزت من حتفها ما نجا إنس ولا جان. الله، هم يزعمون بأن الله فضلهم، ما يدعون به زور وبهتان. كم آية في كتاب الله تلعنهم، فالغدر ديدنهم حقد وأضغان. يا أمة العرب حان الوقت، حان الوقت يا أمة العرب حان الوقت، فانتفضي، فالوعد من عندي رب العرش برهان. أليس الوعد من عند رب العرش برهان؟ بلى. يا أمة العرب حان الوقت فانتفضي، فالوعد من عندي رب العرش برهان. هبي هبي، فغزة لن تنقاد صاغرة، من يعقد العزم لا يأتيه خسران. الله، ومن يرتضي الذل، ومن يرتضي الذل يمكث في الحضيض، ومن من من يرتضي الذل من يرتضي الذل يمكث في الحضيض، ولا يرقى المعالي فلا يسمو له شان. يا وصمة في جبين العار قد حفرت، فصار يخزيكم وهن وخذلان. يا قدس لا تأمل التمكين من عرب، يا قدس لا تأمل التمكين من عرب، فلن يجود بثوب العز عريان. يا قدس والله لن تخبو عزائمنا حتى تكلل فوق القدس يا سلام، تيجان. دعنا فقط نجري تعديلا بسيطا ونقول: يا قدس فلتأمن التمكين من عرب، غدا إلى القدس يأتيك الفرسان، غدا إلى القدس نجمع الفرسان، غدا إلى القدس يأتي عشاق الأوطان، غدا إلى القدس. غضب الأستاذ هيثم مني، أريدك أن والله تكون أنا أكثر أملا، متفائل، أكثر يقينا أنا بأن الخير متفائل في موجود في هذه ظل الأمة. هذا الخنوع، لا أتفائل ولا أعتقد ذلك. تفضل أكمل. حبل المنايا على الأجياد منعقد، كأنما التف حول الجيد ثعبان. آه على أمة حالت رويبضة، صم وبكم وجهال وعميان. ما دامك متفائل، لا بد أن تنجب الأيام خالدنا، تشاد
من عزمه للدين أركان. الله الله عليك يا قدس، فلتأمل التمكين من عرب غدا يا سيدي، إن شاء الله يخيط ثياب القدس فرسان. إن إن شاء شاء الله الله الفرسان سيقفون على أبواب غزة، على بإذن أبواب الله، فلسطين، على أبواب كل أوطاننا الجريحة التي تنتظر النصير. أستاذ هيثم، قبل أن نخرج إلى فاصل قصير، أريد إجابة صريحة منك. في مثل هذه الأيام الذي يشطح ويمرح ويكتب ما يحلو له على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ويصدر آراءه الحرة التي لا علاقة لها بالأحداث الجارية، كما لو أنه منفصل عن واقع أبناء أمته وأهل جرحه، وتراه ينشر قصائد الغزل، ينشر عن إنجازاته الخاصة وما شابه ذلك، ماذا نقول؟ ماذا نقول بمثل هؤلاء؟ بعد الفاصل أم الآن؟ الآن خذ راحتك، الآن تفضل. أقول لهم يعني لقد سقطتم سقوطا مدويا ومريعا، لقد سقطوا يا أخي، ولا يعني ما بيستاهلوا حتى يعني نصرف وقت القناة في يا أخي. الحديث قد عنهم. يقول قائلا، أو قد يقول قائل، قل لهم قولا لينا عساهم يعودون ويرتجعون. والله بعد ما يقع عليهم الخصاص يعني، والقول اللي ما هو لين، لأنه هؤلاء يعني أوغاد أوغاد ومارقين، وهذول يحتاجوا إلى إعادة بناء وهيكلة من جديد. نحتاج إلى بناء الإنسان قبل الأوطان يا أستاذ مصطفى. يا سلام، من لم يكترث لأمر المسلمين فليس منهم، فليس من منهم، لم يشعر بمعاناتهم، بجراحاتهم، بآلامهم، بآهاتهم، نعم فهو دخيل عليهم. أنت الآن بين فريقين على مفترق طرق، ترى أخاك المعذب وترى المغتصب الذي يعذبه، عليك ألا تغض السمع ولا البصر، وأن تصطف بكل انحياز أخلاقي وديني وإنساني إلى جانب المظلوم، ألا وهو ابن دمك. أحسنت أستاذ يا هيثم، أخي صدقت استرح يعني يا قليلا أستاذ من مصطفى، غضبك، تفضل. يا أستاذ مصطفى، أنت تقول في هذا الأمر ما شئت، لقد يعني بتعم وبتطم مثل ما بنقول إحنا في بلادنا، يعني ما أنت منا وفينا، ها الله يحفظك. يعني قل ما تشاء في هؤلاء، يعني هؤلاء يعني شذاذ أفاق، نسأل الله أن يردهم إلى ولكن أوطانهم ردا جميلا، وإلى عروبتهم وإلى جراحاتهم، أو يأخذهم فيكونوا إضافة أخذا عزيزا. من خلالهم يكثر سواد المسلمين أيضا، لا نريد والله يا أخي أن نفقد يعني يكثر الأمل سواد بهم. المسلمين وينطبق علينا القول بمعنى الحديث يعني، وترى وكأنهم ولكنهم غثاء كغثاء السيل، غثاء هؤلاء يا أستاذ. نسأل الله أن لا احنا نكون بدنا من الزبدة، هؤلاء. احنا بدنا الزبدة، الزبدة موجودة حاليا في غزة فقط لا غير. يا سلام، نسأل الله أن نكون من أعوذ بالله. عجل وسارع بنصرة أخيه ومؤازرته. ابقى معنا أستاذ نعم. هيثم، أكيد متواصلون معكم مشاهدينا الكرام. نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، أينما كنتم وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، معنا عبر الإنترنت من الأردن الشاعر هيثم منصور. حيا الله أستاذ هيثم، المطلوب من الشعر والشاعر في مثل هذه الأيام، المطلوب من كل صاحب قلم حر، ما الدور الذي ينبغي عليه أن يلعبه بحيث يكون جزءا من هذه المعركة، بحيث يكون يعني نقطة من وقود الانتصار؟ تفضل. نعم، فقط يعبر عن شعوره، إذا كان هو شاعر حقيقي أو كاتب حقيقي حر فعلا، عبر عن شعورك. أكيد شعوره في غضب، أكيد شعوره في إباء، في نصر، في اعتزاز، في فخر. يا أما سلام، إذا كان غير ذلك يعني سيكون مثل اللي قلنا عنهم في قبل الفصل. أحسنت. نريد قصيدة جديدة أستاذ هيثم، لك أن نعم تقرأ علينا ما تحب الآن، تفضل. طبعا، غزة العظمى، وأقول عظمى ما هو يعني من أجل أنه يعني أنا منحاز لهؤلاء لقومي يعني وأهلي،
لا هم يعني يستحقون أن يعني فعلا هم يعني هذه المدينة وكأنها بمثابة إمبراطورية عظمى. يا سلام. نعم، ونقول لهم للصابرين تحية الرحمن، للصابرين تحية الرحمن تزجى إليكم من ربى عمان. يا سلام. يا من كتبتم بالكفاح ملاحما ووشمتموها بالنجيع القاني. للصابرين من جديد. للصابرين تحية الرحمن، للصابرين تحية الرحمن تزجى إليكم من ربى عمان. بما إني أنا موجود في عمان، للصابرين تحية الرحمن تزجى إليكم من ربى عمان. يا من كتبتم بالكفاح ملاحما ووشمتموها بالنجيع القاني، ووقفتم مثل الصخور صلابة وفتكتم بجحافل العدوان. يا أهل غزة، يا أهل غزة قد محوتم، يا أهل غزة، يا أهل غزة، يا أهل غزة قد محوتم ليلنا وأنرتموه بباهظ الأثمان. يا سلام. دمكم مثل الزيت. يا أهل غزة قد محوتم ليلنا وأنرتموه بباهظ الأثمان. شهداؤكم تلج السماء قوافلا وتطير صوب جنائن الرحمن. خذلتكم الأعراب في ساح الوغى ورمتكم بفجيعة الخذلان. لما صرختم والقواصف فوقكم ترميكم بالموت. يا إخواني، إخوان يوسف ما أصاخوا سمعهم وكأنهم خلقوا بلا آذان. في حقبة الباغين قبح صمتهم، صار ابن عمي أو أخي سجاني. يا الله. وشعوبهم وجيوشهم مغلولة وشعوبهم وجيوشهم مغلولة وكأنهم في الحال كالعبدان. باعوا شريعتهم لأجل عروشهم، ونبيهم قد صار أمريكاني. يا الله. تبا 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 لهم، فذلوا الإله بغيهم واستسلموا لغواية الشيطان. تقتم إلى حرية أبوابها موصودة بسوامق القضبان. ثوروا على جور اللدود بعزة واستقبلوه كثورة البركان. واستنهضوا همم الرجال إلى الفدا وارموا الغزاة بروعة الطوفان. يا غزة العظمى بروعة الطوفان. يا غزة العظمى سلمت على المدى وبقيت خالدة على الأزمان. نصبوا لوأدك ألف ألف مكيدة فنجوت وانكفأ الشقيق الشامي. يا حرة
يا حرة سمقت على من حولها، على من حولها، يا حرة سمقت على من حولها ممن أقام بذلة وهوان. عذرا عذرا إذا قلمي توانى نظمه وانزاح عن صدع اليقين لساني. وسلام شكرا. هذه هي المشاعر المتألمة التي تنساب حزنا ودموعا صادقة على شعب لابد أنه منتصر، ولا يعني نشكر قالت على قولتها. هذا، تفضل. ولا نشكر على هذا، ولا نشكر على هذا. نحن مع القاعدين، أنا موجود في عمان، والمقاومين الشوس الصيد موجودين في غزة يا سيدي وفي فلسطين، نحن هنا قاعدون. كلمة من أجلها يعني تنطلق روح الثبات منك إليهم ومنهم إلي، كلمة من خلالها نقول لأهل غزة أثبتوا فوالله إن الله معكم ولن يتركم أعمالكم ولن يخذلكم. في ختام هذه الحلقة، من أجل غزة، من أجل فلسطين، من أجل الأردن، من أجل العراق، من أجل الوطن العربي الذي يستحق الحرية، من أجل كل من لا يزال مؤمنا بحريته ويسعى إلى انتزاعها من بين شدقي الأفعى الصهيو أمريكية، ماذا تقول بكل صراحة وقوة في الختام؟ تفضل أستاذ هيثم. يا سيدي، هناك الكثير ما نقول، يعني كثير هناك، لكن نلجأ إلى رب العالمين، نلجأ إلى رب العالمين. نريدها كلمة ختامية لأن الوقت دهمنا، هي رسالة منك. خلصنا 45 دقيقة؟ مضت أكثر من ذلك. رسالة الله إلى أهل أكبر. غزة بسطور قليلة وبثوان معدودة، كلمة يا أهل تسجل لك غزة، في التاريخ، يا ماذا أهل تود أن تقول غزة، أستاذ هيثم؟ نعم يا أهل غزة، كلمة يعني هذه، يا أهل غزة، يا أهل غزة العظمى، يا حبايبنا، يا أرواحنا، يا مهجة قلوبنا، نحبكم جميعا والله. يا سلام. يعني ما تهتموا، ما تهتموا، ما تهتموا. قالوا استقلينا، فقلت لهم كفى، فقلت لهم كفى، وأين هو وأين الاستقلال؟ هذه يعني حاليا، لا بأس. نعم، في كل شبر أو فتر من بلادي دولة، ولكل طاغ آبق تمثال. قالوا استقلينا، فقلت لهم كفى يا واهمون، يا منبطحون، يا واهمون، وأين الاستقلال؟ فلا تعتبوا عليهم، لا تعتبوا عليهم، ستنتصر لكن غزة، سينتصر كل أصحاب القضايا الحرة، سينتصر نعم الدم على السيف، لأن دم صح غزة أصدق من كل صدقت. القتلة، لأن دم الإنسان المسلم الشريف الثابت على أرضه أثبت من نعم عدوه مغتصب هذا الحق، وحتما ستبقى غزة وستنتصر فلسطين والاحتلال سينقشع. شكرا، شكرا جزيلا لك الشاعر الأردني الأستاذ هيثم انسور على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. والله هذا شرف لي يعني، وأنا تشرفت في وجودي معكم يا أستاذ مصطفى، وتعلم كم أنا يعني مدى وحجم الحب الذي أكن يعني في قلبي اتجاهك، بارك الله وأنت فيك. تمثل أهل غزة، شكرا، أنت شكرا لك. تمثل أهل فلسطين، أهلنا وناسنا، عراسي والله أتشرف، شكرا جزيلا لك. فبالتالي مشاهدينا كل الاحترام. الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، نسأل الله أن نلتقيكم الأسبوع المقبل وقد زال أثر الدخان من غزة ونثرت نساؤها حلو الانتصار على أبنائها من مختلف الشرفات، حتى وإن هدموا المنازل فإن الفجر آت، والإنسان الفلسطيني العربي المسلم الثابت على مبدئه لا يتنازل عن الحق، وإن واجهه كل ظلام الأرض يبقى مصرا على انتزاع حقه، لا يلين. إلى اللقاء.